نسمع بعد بعض بقى. انا جاي من التأهيل للصحلي. امسك بقى كده نسمع بعض. وانا نسمع بعض من فضلك. انا مؤقتا عشان عندنا مطالب صحي بكره هنمسك كل حاجه. لكن بداية بإذن ربنا سامع حاجة؟ وأنا ما كنتش في نعمة من عند ربنا لأن كفاية إن أنا كنت بنام على المكتب ده أول ما أحط راسي أنام غير اللي ظلمني مش عارف ينام تاني مش عارف ينام. بشكر كل الناس طبعا اللي سأل عليا وأعضاء جمعية المحترمين والموظفين والعمال وجزء كبير من جنوب الزمالك جزء كبير جدا. اما السبعه ثمانيه تسعه اللي قال لي اجابهم وقال لي كويس انه غارق. انا بس عايز اقول لكم انا رفضت ثلاث حاجات وكانت اللي قبل قلت قبل كده خليت 10 غرام الكهرباء قلت على جثتي مش هعمل ده. المال مش مالي ده مال اعضاء الجمعيه على العموميه. نمرة اثنين انسى قضية نادي القرن بعد النادي الاهلي بخسرها في مصر كلها، كل القضايا خسرها في السعودية. ودي عمر صلاح صور يوصل في سنة ودي تعليمات من فوق مكركات بعمل بين النادي اللي حطها تاني. نمرة ثلاثة انا اعتذر. التليفون ده عمال يجي لي. التليفون ده جاي لي. بيقول لك ده كان خناقه مع الخطيب. لا كان عشان نادي الزمالك اعضاء جمعيه الامميه زي ما هو. لو تلاحظوا انا من ساعه ما قلت نادي القرن اللي تاخد بطولات 14 بطوله غير 40 بطوله في كل الالعاب الدنيا ولعت بكره. عز كده ورجعت وحبس. بس انا زعلان لانه كان اسمه الاصلاح والتاهيل. انا رجعت ما اتصلحت ولا اتاهلت. انا زي ما انا ارجع تاني. ده الطلب اللي كان طالبه محمود الخطيب. في اسماء كتير وكبيره بدات تتكلم عن مبادره مصالحه على تليفون اهي من الناديين الكبار. والحقيقه بطلب من صحه الجميع. ايه اللي معطل تحقيقه؟ انا عن نفسي كرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعتذر بصفة إيه بقى؟ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي هو أنتم. اللي هم أعضاء الجمعية العمومية. اللي هم الجماهير. إنما لما أقول إيه بعتذر بصفة البطولة منصور، يبقى الزمالك ملوش علاقة بالموضوع. كرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. موافق مع كل المصريين الوطنيين، المرة اللي فاتت قلت أنا مستعد أروح للنادي الأهلي، رقم خطير يقول الزمالك، قلت الكلام ده في القناة. أنا عارف إن ممكن يكون اللي معطل دوت إن أخويا كابتن خطيب زعلان وعايز أقول له أنت على راسي وعندك وعندك حق كده. الناس بتفسر كلامي زي ما هي عايزة. أنا كنت فاهم حاجة غلط. أنا كان غلط أه. وبعد ما خرج من الناس صديق اكتشفت الموضوع حياتي. مش أي بقى أعتذر لك أعتذر لصفتك. الاعتذار عموما ما يقلل من قيمتك. انت وعيلتك في دماغك انت ناس محترمين تستاهل الاعتذار. في ايه بقى؟ معالي الوزير المحترم للاسف قرات رساله سيادتكم حالا. لم اقول هذا الكلام لا في لقاء تلفزيوني ولا لوحدي وعلى جثتي حتى لو كلفني الرب حياتي تاني لو كلفني حياتي او حريتي. انا لم اخطئ ولن اعتذر ولن اتحدث في هذا الموضوع مره اخرى. وهذه كلمتي الأخيرة، الموضوع ده أنا حده لن أحكم على تاريخ نادي المفرج ولا تاريخ الاعتذار، هذا الاعتذار المهين لم أنطق به حتى في سري، بعدين عرفت بقى إن أنا ضحيت بحريتي عشان كرامة النادي، أعضاء وجمعية عمومية وجماهير على تليفوني أهي.
يقول لك اصل هو كان متخانق معايا مش عارف مين. اسهل حاجه بتقول له حقك على الحق. بس انا ما غلطتش فيه. القاضي لما كتب اصل هو يقصد اخته. قرار قايل انا ما بتكلمش على اخته ماجده. كلامي كان واضح. ومع ذلك انا مش عايز اتكلم على القاضي لان احترام القاضي عندي ملوش يعني حدود. لكن اللي انا عايز اقوله يا جماعه كنت ممكن احتفظ بسيف رئيس نادي الزمالك على جثته. كرامتكم انتم وكرامه الجماهير. اللي بيقول لك هو عايز ايه ده غار 7-8 صفر لو قلت لا ده ها قطع عود زي اسمه هيثم فاروق بيلعب فين ده؟ عمري ما سمعت عنه. فرمان في قطر يقول لك الاداره مسؤوله ورئيس النادي. رئيس النادي عمل ايه؟ رئيس النادي وفر طيارات ووفر قطارات ووفر عربيات. بيقول اهو مفيش لاعب في النادي بجنيه. تاني انا في محبسي قلت لهم ادفعوا لهم كل فلوسهم. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ اسهل حاجه لا مش هسحب على الفقر. اسهل حاجه انت عارف لو قال انا كان اخده من صوته اعتذر مفيش مشكله. انما انا كرئيس نادي الزمالك انتوا ترضوا تعتذروا رئيس النادي الاهلي؟ انتم اللي بيقول لي ادابهم دلوقتي وخدت الشهر وانا عارف ان الشهر ده قسيته يمكن انا كنت هناك الحمد لله تمام مستريح لان ما ظلمتش يا كابتن. انا ما ظلمتش يا كابتن وما غلطتش. انتوا عايزين رئيس النادي الاهلي هو اللي اختار رئيس الزمالك تاني مره؟ هيزعق صدقني هيزعق. انتوا عايزين ترجعوا ممدوح عباس زمان تاني؟ دي الخطه اللي معموله تاني من الخطه اللي معموله. بقول لي صوته ليه شباب ولا رياضه؟ فين يا مع احترامي ليك كفايه. كفايه. احنا لو افتضحتوا احنا عملنا اربع جمعيات قوميه اللي انا حاسس كابتن انتوا كلكم كنتوا بقول لكم يا جماعه انا مفيش مكان. بس انتوا عايزين يجيها. ليه عليه؟ عشان تبقى اننا في اللائحه اللي عملها ممنوع بس وسام حضر. وعلى العموم انا اسال طمنكم كلكم. شروط الترشح واضحه. ألا يكون صدر ضدك حكم في جناية أو عقوبة مخلة بالشرع. هو التصوير مخلة بالشرع ولا بلاش منه؟ ما أعرفش أنا فين كده. واللي عايز يسلمه أنا ما عنديش مشكلة خالص. لو اتعملت انتخابات ربنا يا جماعة أنا هتسع الانتخابات تاني لأن شروط الترشح تنطبق عليا. فبلاش الزمالك خلافك مظلم تاني. بلاش ندخل الزمالك سكة سليمان وعباس والعتان وهاني فكري وعبد الله زين. بلاش عشان خاطر النادي. احنا كل زماننا خلصنا المرحله الاولى من 6 اكتوبر بالذات. كفايه اللي بيقول لك هو ليه كهربا بعد ما عمل الزملكاويه جمهور الحركه القذره دي ما توقفش؟ بتوقف ازاي؟ ده عندي ضجه. انا افكركم ليه عندي ضجه. طاهر ابو زيد لما حل لعبه النادي الاهلي. النادي الاهلي جماهيره واعضاء كانوا كلهم وقفوا. طاهر ابو زيد ورجع المركز. بحط الخطيب. تاني افكركم بس لما تكملوا وجماهير وقفوا رجع المركز. لما حسن حمدي اتحبس في القضيه استيل على مال عام واتحبس ثاني يوم لعب العام الاخضر اكل سبيله عشان لقى ناس واقفه جماهير قوميه وجماهير. انا بس بفكركم بقول لحد في جمال الاتحاد انا اللي جمالك جمالك وانا اللي دخلت السجن عشان ما اقولش اعتذار مهين ليكم وللجماهير وللجماهير قوميه. ايه يا شخصيه؟ انا زيك أنا مسألك بس عايز الجماهير المحترمة تفوق العيش. احنا ماتش الترجي كسبنا هنا 3 في آخر الماتش. أمك يا مرتضى أمك يا أمير. هتقول لي حتى لو 15 واحد لو حتى لو 5 أمتار دول زمالك؟ لا اشتموا ولا محبوس عشان كلامتك؟ ايه ده تحرر نادي الكهرباء؟ تحرر غرامة الكهرباء. انا
وها يا خطيب ها كمان اقول لك حاجه. طب ما انا مره قبل كده الولد من نوك لبس الزمالك زائد وجوه انا نزلت له احتفظ. انا ما غلطتش. ان شاء الله عندنا مؤتمر صحيح بكره. قول لي جمال اقول لك حاجه. تيجي نكون له حاجه بالله لان انا لبست الصوره الاول. رجع النتيجه تاني. رجع الامن والامان. رجع الاستقرار. هتسيب مراتك وهتسيب بنتك وهتسيب اختك. وترجع لبيتك ما عنديش يوم النهارده الواد اللي هيعاكس صاد الواد اللي هيتخانق حتى السفينه صاد نادي الزمالك رجع من اسد اللي كان حاكمه ودخل السجن اسد وخرج اسد. شكرا.